رفع على قمة المجد الأبي علم حمر السواحل يا أخوك اللي عليها الكلام. يا هاجي سيحان موعدنا لشعر النظام، دم المعاني بقفالك بحسب النظام، حشمال قدرك يا المطروخ سر يا قرم، في مدح من يستحق المدح محد منام، سيزوم وحزام مليان وكريم وشهم، وشلون ما نمدح الوافي عزيز المقام، قرم تربع على قمة عروش النعم، اسرافي ونشمي معرب خواله عام، فعله ينومس عسانا منه ما ننحلم، من خيرة القوم ومن الطيبين الحشام، نفخر باهل الوفا والجود واهل الكرم، على الجميع العصيم فرض الاحترام، احتزم بك يا بن حامد تراه احتزم، نهار سل السيوف ويوم زرق السهام، نهار سل السيوف. حياكم الله مشاهدينا، نحييكم من مهرجان الملك عبد العزيز النسخة الثامنة، ومن مخيم اخونا عبد الرحمن بن حامد العصيمي وربعه وضيوف اللي جايين من كل مكان. عبد الرحمن طبعا مالك حطامات الحاصل على المركز الاول في السنة الفائتة، والسنة هذه جاي معزز وجاي بالمنقية والفرديات، فنتمنى للتوفيق. الله يمسيك بالخير يا ابو تركي. يا مرحبا، هلا مساء النور، ارحب يا ابو سيد. الله يبقيك يا ابو تركي، الله يبارك فيك. كل سنة نتذكر تصاريحكم السنة اللي راحت وقصايدكم وهزيجكم وتصويركم، والشيء على المهرجان الشيء الجميل تكون على المهرجان من ناحية المشاركة ومن ناحية الجماهير اللي معك. الله صحيح. الله، وهذا حلاوة الامزاين. صحيح. اخوي ابو سيف تسلم، وارحب اخوي الاعلامي القدير حمد اليامي تسلم، وارحب الحضور الكريم، وكذلك ارحب بمتابعينك خلف الشاشات، ومرحبا ومسهلا في محل حطامة. ابو تركي عطنا وش عززت وش مشاركتك فيه وش؟ والله احنا السنه هذه اجتهدنا وعززنا بمشتريات ويستاهلوا جمهور حطامات. يستاهلون. اي والله، اشترانا طال عمرك يمكن ما يقل عن 18 الى 20 فرديه ما شاء الله. وابشر جمهور حطامات، حنا نشري ونتعب ونروح ونجي وكلها يعني لاسعادهم. صحيح. حنا نتمنى منهم شيء واحد، حضور فقط. نشكرهم في السنوات اللي فاتت صراحه، مؤازرين ومن قبيلتهم، من جميع القبائل، جميع جمهور حطامات انا اشكرهم. يستاهلون والله. اي والله. طبعا يا ابو تركي احنا لاحظنا طبعا وهذا شيء ما هو بغريب، ان نادي البل والشيخ فهد بن حذين الله يطول عمره يهتمون فيكم يا اهل الساحل. نعم. حطوا لكم اجتماع وحطوا لكم. الله الله. خلوا اراكم يبدو لي. الله الله. وبالمناسبه اشكر سعاده الشيخ فهد بن حذين عراب البل على جهوده العظيمه صراحه. صحيح. في نادي البل مع ملاك البل، وخاصة احنا يا اهل السواحل، السنة هذه طلبونا الاجتماع وحضرنا، وبشرك الامور طيبة يا ربي لك الحمد، وحنا نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن الاقبال طيب والمشاركة طيبة في شوط السواحل، وبإذن الله يكون الشوط السنة هذه امتداد للسنتين اللي فاتت، وحنا نشكره مرة ومرتين وثلاث على إتاحة الفرصة لنا حنا يا ملاك الحمر السواحل للمشاركة مع باقي زملائنا في الفئات، فئات البل الأخرى، وهذا أكبر فخر، مشاركة تحمل اسم الملك عبد العزيز هذا فخر بحد ذاته. الله. طيب يا ابو تركي، المشاركة في الفرديات دق وجل والجمل. نعم. نعم. مروعة موجودة؟ مروعة موجودة وخواتها موجودات، وبشرك مشاركين بإذن الله، والله يوفقنا ويوفق جميع المشاركين. آمين. واسمح لي أقول بيتين. يبلى. أقول يا صاهد منيف ما جيناك ختالة. لا. جينا نجدد
فعول اللي لهم سيرة، جينا نبل فوز والناموس والطالة، هذا ابو تركي يبا يفرح جماهيره. الله الله يستاهل. الله الله والله كفو يا ابو تركي. وكله الجمهور حطامات ويبشرون ان شاء الله. وكذلك الفوز والخسارة واردة. نعم. وكل من يفوز في شوط السواحل صدقني ان اول المهنيين والمباركين له. احسنت. نعم. عندكم روح رياضيه هذا الكلام. اي أيوة والله. بس اتوقع ابو تركي انك بتحافظ على مروعه، بتحافظ على مركزها. والله مع احترامي بدون زعل لزملائي، حطامات ما تنافس الا نفسها. ما تنافس الا نفسها. نعم. نعم. الجمل والفردي. الله الله، الجمل محضرين الشيء الطيب باذن الله تعالى، والفردي هناك مفاجآت مشتروات جديده سوف يرونها باذن الله تعالى. طيب كم وصلت اسعاركم يا الساحل؟ والله لا تقول كم الاسعار. احنا طال عمرك الساحليه صارت مثل الاسهم مرتفع على فوق، اخضر اخضر. والله يوفقنا بالله. كم وصلت يا ابو، كم وصلت اسعار؟ والله وصلت الحقيقه وصلت 200,000. 200 ما شاء الله. اللي انا اعرفه وصلت 200,000. مروعه سيمت. نعم. كم سيمت؟ شوف سيمت بس قيام يعني صراحه ما ودي اذكرها، ومروعه ما هي لعبد الرحمن، مروعه للاباره خاصه وللعصومه عامه والعتيبه وجمهورها. وجمهورها. نعم. احسنت. طيب هنا اكثر من 15 مشارك يا ابو تركي، منهم اللي ماخذ المركز الاول. إيه؟ اللي في الدق واللي في الجمل. نعم. منهم 6 في مخيم واحد والباقي. إيه؟ متوزعين. إيه؟ ما انت بي من ذا الجماعه؟ والله احنا مسوين تحديد للكل. تحديد تحديد ترتيب. للكل. نعم انا مسوي تحديد للكل، واللي بيجي في طريقي مرحبا. شلون تحديد يعني؟ يعني انا مسوي تحديد. إيه؟ ومرسل لهم الرسائل كلهم. الوعد الوعد بوابه رقم 2 ان شاء الله بالبردي والجمل. الله الله باذن الله. طيب هم مثلك ترى. نعم الفائز صد انا قلت هذا لازم يكون شوط بدون تحدي، شوط بارد صح. في ابل لا واخوان وباي العزيز على قلبي كلهم، ولكن المنافسه في ابل انا اقول حطامات السنه هذه غير باذن الله. مره باذن الله. احنا قابلنا مع معظمهم. أيوه. كل منهم يقول من جيت اللي أكيد. انا ما جيت منها الا بثنتين ثلاث. نعم وحطامات نفس الكلام. فايز بنهنيه ونفسنا اكيد العام. انا فست جميع زملائي هنوني. صحيح والله. تتوقع ذا السنه يا ابو تركي انك بتسجد سجده شكر بالمنصه؟ باذن الله. بإذن السجدة هذه والله أنا الصراحة جات لا إراديا صراحة، والحمد لله أنها سجدة وفرحة، لأن نظام إعلان النتيجة الناس لا فاقي. الله الله النظام في آخر الدقيقتين هذا في شدة أعصاب. نعم. وصراحه كيف الهمك الله يا ابو تركي السجدة على والله المنصب. والله الحمد لله الله اللي الهم واهم شيء الفوز. ما طلع عليك حذف القتله؟ لا والله انا محضر قصيده للوطن ولسيدي الملك سلمان بن عبد العزيز. هذا زين شيء. وسيدي الامير محمد بن سلمان، وانا والله مهما اقول في وطني وفي ولاة أمري أعتبر نفسي مكل، وأقول الليل هبي علينا من ذا على انسام، هي عادتك وانت تخاوين دربي من وين ما وجهت في شرق وشام. حلفت من زادي وجنبت شربي لين أوصل فكرتي كل الأنام، واحيانا جازف وطبي ما يتخارج واعرف الدرب قدام، للكيف اقرب معاميلي وازود بشبي للكيف شرابه ولا لام، والله على ما اقول والله ربي فيني ولا الدار وبايع امام، عداد من زار المشاعر
يلبي حييت يا سلمان يا ذخر الإسلام. الله. عداد من زار المشاعر يلبي حييت يا سلمان يا ذخر الإسلام، المملكة في خير من فضل ربي يا قايد الأمة وللدار صمام نقولها قدم العرب، ما نخبي شعبك يحبك وكلنا درع وحزام، ولسيدي محمد ولو زاد حبي ما هو بنا كل الخلائق ولا نام، تبت يدينا اللي يعاديك تبي ما همنا كذب يروج في الإعلام. ولسيدي محمد ولو زاد حبي ما هو بنا كل الخلائق ولا نام، تبت يدينا اللي يعاديك تبي ما همنا كذب يروج فالإعلام، واللي يسبك يسبك يسبي ما يوصلونك دا في الشعب. صح الله بدنك يا طويل العمر، الله يوفقك. أعطى المنشد خلنا ناخذ منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة العساسة، مسي عليكم بكل خير، وحنا الليلة مجتمعين في مجلس أبو تركي عسى مجلس عامر وفالهم الناموس، معكم أخوكم تركي من غويز يمطيري. في الحقيقة الواحد في المواقف هذه وده أن يكون شاعر لأجل يكتب معلقات في أصحاب الأماكن اللي مثل هذه، لكن وكان ودي أن في شيء أبيات أشارك فيها بخصوص هالمناسبة، ويبشرون بالعوض إن شاء الله، لكن في مشاركة بسيطة إن شاء الله، وإن شاء الله نتنال على استحسانكم وإعجابكم. الله. أشرفت راسه الطويلة والمساجاني، وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها، يا عين وين القرايب وين خياني، وين الديار العزيزة طال ممشاها، وجدي الربعي وجد من طاح ضمياني، خلوه ربعه وجروحه تنزف دماها، وجد العجوز الغريرة ما لها والي، تبكي ولدها نهار الكون خلاها. سلامتكم. صحة أبدانكم جميعا، أنتم بيض الله وجيكم، يعطيكم العافية. كمال القرشي مرحبا ومسهلا، كيف حال؟ الله يحييك ويسلم. الله تضيف على كلام مشارك ولا داعم؟ لا والله انا ما أنا مشارك، لكن داعم. احسن داعم الحطامات. انا مع حطامات. اول شيء مسيكم الله بالخير في قناة الاساس، طول عمرك وسلامتكم. البل في مكه، ان شاء الله بنشوفكم مشارك ان شاء الله سنتين ثلاثه باذن الله سبحانه وتعالى، ونكون من المشاركين باذن الله. تجهز الحين؟ ايه نجهز. الله يوفقنا وياك. بس انا من الناس اللي داعم لحطامات بقوه. احسنت. ما عليك زود. احسنت. ونقول ان شاء الله فرصه سعيده طلعنا في القناه. هلا يا ابو. مرحبا ومساء. الله يبارك فيك، علومنا طيبه ابشرك، وابشرك السنه هذه حطامات غير صراحه، ومرعبه على الساحل تراها. الله. نعم. عطنا غير كيف، كل ما جينا واحد قال من جيتي ذا السنة غير. غير عطنا كم دخلها من الفردية. الفرديات ايه؟ الفرديات جاهزة ما في زيها مرة، تحداهم على التحدي الرجال اللي عصبوا روسهم. ايه؟ حنا نقول حنا تحزمنا مرة تحزمنا من دونها ان شاء الله. كل ثلاث كلهم متحزمين، كلنا متحزمين، ما فيه في حزام عن حزام يفرق. صدق والله. نعم اخذ الكلام. انتم عندكم ثلاث مشاركات. نعم. ولا تاخذ كل شلك العرب يبون بعد الوعد البوابه مره ما فيها كلام والله. ونقول للي عصب راسي احنا تحزمنا. احسنت. كفو. يفرق عصبه الراس عن الحزام ترى. كفو كفو كفو. والله يوفقهم، ترانا نعزهم ونغليهم اخويانا، وغالين كلهم عندي والله. احسنت. شكرا لك. هلا مره ابو تركي. طبعا سمعنا الشباب الجمهور، ما شاء الله الجمهور متحمس كله. نعم.
وترشيحاتكم قوية. الله. وش بتختم مجلس نعبة؟ قصيدة ولا؟ والله أول شيء نشكركم يا قناة العساس. طول عمرك ويسلمك. والله العظيم كلمة شكرا حتى يعني قليلة في حقكم. الله يجزاك بالخير. ثانيا نشكر الشيخ فهد بن حثلين عراب البل على إتاحة الفرصة وعلى خدمة أهل البل وعلى دعمه لملاك البل في جميع الفئات وعلى النادي. الشيء اللي احنا نشوفه إبداع والله يوفقه إلى الأمام وحنا معه. الشيء الثالث كلمتي لملاك البل الحمر السواحل المشاركين زملائي نشكركم على المشاركة في شوط السواحل ولإنجاح الشوط والتنافس الشريف بيننا. هذا ملح المزاين ولا بد من التنافس لإنجاح الشوط. صحيح. الكلمة الأخيرة لجمهور حطامات. جمهور حطامات أنتم الوقود الحقيقي لمنقية حطامات والدافع المعنوي وحضوركم مهم. أتمنى حضوركم في مسيرة حطامات غدا، كذلك أتمنى حضوركم الثلاثاء القادم، وبإذن الله تعالى بتشوفون حطامات في أجمل صورة وبإذن الله فالها الأوائل بإذن الله. إن شاء الله يا أبو تركي فالك الناموس إن شاء الله. فالكم الطيب. شكرا لك. يوم زرق السهام احتزبك يا من حمد الله احتزب نهار السلسل. يوم زرق السهام رفع قمة المجد لبي عالم حمر السواحل يا أخوك اللي عليها الكلام. جنيتي القرمة حطمت حمر النعم من قية المقانا.